الأبوابي للغة العربية خلال مشاركته في المعرض، يسعى ويستعرض جهوده الحثيثة في مجال النشر والترجمة، وتحديداً من خلال إصدارات مشروع كلمة للترجمة الذي يهدف إلى إحياء حركة الترجمة في العالم العربي، بناء علاقة قوية مع المؤلفين العالميين ودور النشر العالمية. يسعى مشروع كلمة إلى ترسيخ قواعد العمل الجاد، تعزيز حركة الترجمة إلى العربية من مختلف اللغات العالمية الحية. وصل عدد الكتب المترجمة والمنشورة من خلاله لأكثر من 1000 كتاب في حقول معرفية متنوعة من أكثر من 23 لغة، أكثر من 200 دار نشر دولية أبرمت معها عقود. ويعد دعم المترجمين من أهم أهداف مشروع كلمة.